مرحبا بكم إخوتي وأخواتي. اليوم كما شفتم نشهد تساقط الثلوج في فيرجينيا. نشكركم على متابعة القناة، وأقول لكم هذه القناة هدفها تسهيل وشرح طرق الهجرة والحياة في أمريكا. الحياة في أمريكا ليست سهلة، ولكن صدقوني كلما حضرتم نفسكم جيدا كلما كانت حياتكم في أمريكا سهلة. وأنشأت هذه القناة لكي تساعدكم في مشواركم للولايات المتحدة. في أمان الله، والفيديو القادم يكون حول كيف تتعامل مع المال في أمريكا. شكرا لمتابعة القناة، وربي معكم. شكرا.